أنه المطعم يا جدي، رأيت قطة عليها وشم. ربما كان فأرا. نحن في المكان الصحيح. كلمة السر أفوكادو. أعجبني، إنه مطعم برجر ورائحته لذيذة. أهلا بكم في بيسترو إنكوغنيتو. كان علي أن أحجز قبل 8 أشهر. من فضلك 3 قوائم طعام. صور. لحم زيادة، جبن زيادة، بيض زيادة. لا مستحيل، لديهم تشيز برجر بالشوكولاتة المقلية مغطسة بالبونبون. برجر اللحمة مع الإضافة المميزة وسندويتش الطماطم والجبن، وأخيراً تشيز برجر بالشوكولا المقلية مغطسة بالبونبون والسبرينكل. لم أرى شيئاً أجمل منه أبداً. ماذا حدث؟ دعني ألقي نظرة. نعم، أسنانك تبدو سيئة، أظنه تسوس أسنان. تسوس؟ أنت تأكل الكثير من الحلوى، ستصاب بالتسوس. أنا؟ مستحيل. هذا غريب. ها، التعليقات على العيادة إيجابية. ظننت أنني لن آكل الحلوى أبداً، لكن طبيب الأسنان هذا عالج أسناني كالسحر. أوه، لسنا في مواعيد العمل. عالي السن لو سمحت. حسناً، دعني أرى ما هنا. لا تخف، تعال في الخلف لنربطك بآلة العلاج القديمة. تعال ولا تخف. غريب، غريب جداً. واو، كول. لما يملك الطبيب هذه الأشياء؟ أعتقد أنه مغامر. واو، كول. حسناً، ستأتي الآلة المدببة. أو يبدو أن الآلة لم تعجبك. اسمع، ركز على تلك الكريستالة وستبعدك عن التفكير في الأمر. إنها رائعة. أجل، أعتقد أنني ورثتها عن جدي أو وجدتها عندما ذهبت إلى كهف اللافا في أيسلندا. إنها تنجح بشكل ساحر في كل مرة. الآن افتح فمك. كيف حالك يا بن؟ سايبرغ، تسعدني رؤيتك. لنفجر بعض الأشياء. أكيد يا بن، لكن ليس قبل أن تأكل. الوافل. الوافل. أهلاً، هل لديك موعد؟ أنا لا أتفق على مواعيد. الكريستالة ليست زينة. ماذا هيكس؟ اختيار جيد. حسناً هيكسي، تعرف ما سيحدث. ترتكب فعلاً شريراً فأضربك وأهزمك ثم تغادر. ليس هذه المرة. ماذا فعلت؟ أسنان الفضائيين تؤلمهم أيضاً؟ مستحيل. انظر إلى قوة الكريستالة الخفية. سأستمتع وأنا أراك تتصارع مع أكبر مخاوفك.